الاستاذ سمير عثمان، قلبي معاك ان شاء الله. احنا كلنا ننتظر مصر مع السنغال، ان شاء الله نسمع خبر طيب يا رب ان شاء الله. لانه محمد العليزي يشجع السنغال، جتني معلومه. لا يمكن لا يمكن، كل الاستوديو يشجع مصر. لا 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 والله انا متاكد، انت عارف انه بدل. اهو يا كابتن سمير، ما تخليش حد يخرب بينك. بس اعتقد انك غلطان في العلم هذا كابتن محمد، اظن هذا كبت علم اليمن اذا ماني غلطان. ما في النسر، وينه النسر؟ نص العلم حبيبي. لا لا كده يمشي. اسال الاخوان المصريين هم اللي حاطينه هنا. انا شايف. تفضل كابتن. انا شايفه. أما إذا أردنا أن نتجه إلى العزيز سامي الجابر وننزل معه للمناكفات، فأقدر أقول أنه النصر سامي الحريري. سامي الحريري، سامي الجابر في بال كل نصراوي. سامي الجابر في بال كل نصراوي. سامي في إيه؟ لا لا تكتب سامي الحريري يا حبيبي. سامي الحريري. إيه لأن نتحدث عن الهلال وكذا. لا لا نتحدثنا عن العالمية، فطبيعي يجي في بالك سامي الجابر. تحدثنا عن العالمية. صحيح، أحرجتني صراحة. يلا سيلفر على هاشتاج البرنامج يقول هذا البرنامج أكبر برنامج مطبل للهلال. طبل يا مطبل، هذا اللي جابنا ورا، ما في أي حيادية يا كابتن. الهلال يوم الأحد إن شاء الله بيلعب في كأس العالم للأندية، ممثلا للسعودية، ممثلا للقارة الآسيوية. فإذا ما دعمناه أو تسمي دعم التطبيل، فأنا اللي ماسك المصقع يا عمي. سؤال يعني الآن، حسب القرار الصادم لجنة الانضباط في غرامة مالية على الاتحاد 31,250 ريال، خسارة 2 مليون ريال دخل لمباراة النصر، خسارة دعم مليون ريال من وزارة الرياضة، خسائر أيضا مع الرعاة وفقدان مؤازرة الفريق. يعني نتكلم عن تقريبا مليون دولار خسائر الاتحاد في هذه المباراة. أبو بدر، غير أنت تتكلم مليون دولار، اليوم قيمة الدوري السعودي ترى، اليوم لما دوري زي مباراة زي كلاسيكو زي الاتحاد والنصر بدون جمهور، يعني كقيمة هذه عشان علبتين موية، عشان علبتين، يعني يجب أن أنا بالنسبة لي أنا مستغرب. يشهد الله أنا مستعد، ولا عندي 1% خوف إني هلعب جمهور ولا بدون جمهور. جمهور الاتحاد مؤثر، بس الاتحاد جاهز في أي مكان. بس اليوم أنت عشان علبتين يصير الأشياء هذه، ونصير حديث الناس على علبتين. يعني للأمانة انا اتمنى من الاخوان في 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 الرابطه، واتمنى من الاخ سلمان نمشان، شيء ما ظهر في التلفزيون. انا بالنسبه لي شيء ما ظهر في التلفزيون، ما شفنا العلم، يعني ما في شيء جماعي. يعني سلمان نمشان يجب ان يعرف انه يوصل للاخوان ترى الامور هذه، يعني يجب ان تكون فيها التعامل افضل واحسن من كذا. أنا عجبني أسطورة الهلال الكابتن محمد جحبلي لما تحدث، كلمة مهمة قالها، هذه ما تتفوت هذه الكلمة، قال حنا ما جينا للمشاركة، جينا لتحقيق اللقب. يعجبني هذا الطموح، أعتقد أنه هذا الطموح لكل هلالي سينعكس في المباراة القادمة أمام تشيلسي الإنجليزي. وأعتقد مثل ما الهلال وضع الجزيرة الإماراتي في حجمه الطبيعي، هو قادر ايضا ان يضع تشيلسي في حجمه الطبيعي. بتعقيب سريع السامي للطبيعي. اي بس هي مقوله جحفلي، او خلينا تصريح جحفلي، مثل ما تحدث تاليسكا بانه يتمنى تحقيق دوري ابطال اسيا، يعني كل فريق وحجمه وطموحه. بصراحه ربما جحفلي عندما يشاهد العمل في الهلال يفكر في كاس العالم، يحقق ما يحقق ثاني شيء ثاني، ولكن تاليسكا يفكر في دوري ابطال اسيا. فكل واحد ربما يتحدث عن طموحه وطموحات فريقه. ولكن اعجبني بعد اذنك بدر تغريده تشيلسي، يعني تعامل كلام تشيلسي تجاه الهلال وحديث الهلال تجاه تشيلسي، هذا العالمين الحقيقيين تجد بينهم هذا التعامل الراقي، تجد بينهم هالمحبة وهالتقدير. بصراحة كل تقدير وكل تحية لبطل أوروبا. نعم. اللي وصل لكأس العالم وهو محقق دوري أبطال أوروبا، ولبطل آسيا اللي وصل كأس العالم ومحقق دوري أبطال آسيا. الله يعطيك على قد نيتك. عندك تعليق أخير أبو لما؟ لا ما في كلام يستحق انك ترد عليه، ولكن نتحدث عن الهلال ومشاركته العالمية، والأخ يتكلم عن تاليسكا. تاليسكا غصة. طيب. غصة. اي والله لعب برا حلو قدام الطاي.